فاز بالجائزة الأولى حسين عثمان وسالم سليمان. سالم السندوتش تحت أمرك، الناس لبعضيها، حطه عندك. والعمل هنقضي أسبوعين في أجمل مصايف الجمهورية، عارف فين؟ فين؟ المنتزه. المنتزه؟ إيه ما فيهاش فلوس؟ لا فسحة بس. طيب سلام عليكم. سلام عليكم. بس أنا كنت أفضل إنكوا تاخدوا الجايزة التانية أحسن، 50 جنيه ينفعوكوا وتودوا المصايف. تسمع من فضلك؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا يا أخي. اهلا وسهلا اهلا يا اخي. صباح الخير يا بي وحشت الستة جدا. اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا. اهلا 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 اهلا. خش 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 خش. استنى من فضلك. ميرسي قوي. اتفضل. متشكرة قوي. ايه؟ انا؟ ايوه. الدور الثالث. بص ايه؟ رايح فين؟ احنا الدور الجاي. انت مالك انت؟ مسحوب لسانك ليه؟ عيب 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 عيب. الدور الرابع. اتفضل يا سيدي. اتفضل. كويس كده؟ هلاقيها فين دي تاني؟ قصدك تخرج وراها عشان ماشي يا اخي. متأسف يا حسين، ما كنتش عارف انك حبيتها من اول نظرة. اوعى كده، دي طعمة بشكل يا سالم، دي غمزت لي بعينها. ليه؟ العلاقات العامة اللي غمز لنا بالجايزة. يلا بينا. قول يا سباكين. نعم. قول يا اخي يا ترانزستور. نعم. مكتب مدير العلاقات العامة فين؟ هو ده اللي وراك. متشكر. عو عو عو. في صحتك؟ حاليا دايما ان شاء الله. تفضل. وضب. خش. صباح الخير يا فندم. ايه ده؟ دخلتوا ازاي؟ مش سيادتك يا فندم قلت خش؟ انا؟ لا ده انا اللي قلت خش. يلا. ايه ده؟ انتوا ايه؟ احنا يا فندم اللي كسبنا الجايزه الاولى. الف مبروك. ده انتوا حاطين وعايزين نتنازل عنها. تتنازلوا عن الجايزه؟ ليه؟ لا قصدنا ناخد الجايزه الثانيه بدل الاولى. بصراحه عايزين ال 50 جنيه. اسف، الجايزه الثانيه صاحبها استلم الشيك من ساعه بس. معاك سيجاره؟ تفضل. ما تشربوش. أنا من رأيي إنكم تختلسوا من وقتكم السمين أسبوعين تقضوهم في المنتزه تريحوا أعصابكم. إيه رأيكم؟ إيه رأيك يا سالم بيه؟ والله يا حسين بيه مفيش مانع نختلس. نختلس إيه؟ الاسبوعين اللي بيقول عليهم. اتفقنا. فعلا يا فندم. اتفقنا. متشكرين قوي يا فندم. فرصه سعيده يا فندم. لا مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. كله بان يا فندم. ودلوقتي اتفضلوا في اوضه الاستاذ محسن في المكتب اللي جنبي تستلموا تذاكر السفر وجواب اللوكاندا. طب يا فندم احنا متشكرين جدا. متشكرين قوي. مع السلامه. مع السلامه. الف سلامه. واحد.